بلشت الأزمة على فلسطين والحرب على فلسطين الحبيبة بطوفان الأقصى، صرنا نشهد كثير أمسيات، صرنا نشهد كثير ثقافات أدبية غنائية شعرية كانت تعنى بفلسطين، واليوم نحن كسوريين بنفتخر بكل عمل سوري عم يتقدم بهي الفترة. حنروح ضمن هي الفقرة لعنوان طلائعنا تغني فلسطين. عنوان هذا هو عنوان حفل جمع 160 طفل وطفلة صدحت حناجرهم وأبدعت أناملهم عزفا وغناء، تحية إلى فلسطين وشعبها المقاوم. صحيح رشا، ويعني مثل ما بنقول دائما منظمة طلائع البعث استطاعت خلال هي السنوات أنه هي تبقى دائما عم بتحافظ على تشكيل الوعي الوطني والانتماء الوطني لسوريا وللوطن العربي عند أطفالنا. تعتبر هي الأمسية هي من الأمسيات والنشاطات والفعاليات الكثيرة اللي قامت فيها المنظمة من أجل طبعا تقوية وشرح أكثر معنى القضية والانتماء لأطفالنا. طبعا هي الأمسية توجت هي النشاطات وكانت على مسرح الحمراء بدمشق بالتعاون وبرعاية مؤسسة صبا اللي بترعى الأمور الفنية والنشاطات الفنية. رح نتعرف اليوم بشكل أوسع على تفاصيل الأمسية، ويشاركنا 2 من أطفالنا المبدعين اللي كانوا من الأوركسترا المشاركة. خلينا نرحب سوا بضيوفنا الأستاذ حسام الدرة، وهو عضو قيادة منظمة طلائع البعث، رئيس مكتب المسرح والموسيقى والفنون الشعبية المركزي، والطالب بشير عكام 12 سنة صف سادس كمان موهبته الغناء، والطالبة رند محمد 12 سنة كمان صف سادس وموهبتها عزف العود. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. يسعد صباحك. صباح الخير، نورتوا صباحنا. أهلا وسهلا يا بشير، أهلين يا رند. أستاذ حسام، خلي البداية تكون من حضرتك ونحكي عن هي الأمسية وعن هذا الحفل، كيف حضرتوا له؟ يسعد صباحكم. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا نحن من بداية الحرب الظالمة على غزة وعلى أطفال غزة وعلى فلسطين بشكل عام، تولد عند الأطفال شعور من الحزن والأسى من الشيء اللي عم نشوفه طبعا على التلفزيونات، من هالحرب الظالمة اللي صارت على غزة. صاروا يعبروا الأطفال عن طريق رسوماتهم، عن طريق كتاباتهم، عن طريق الشعر، عن طريق الموسيقى بالشيء اللي حاسينه. بدأنا طبعا من بداية الحرب ب17 بدأوا الأطفال يرسلوا أعمالهم لصفحة المنظمة. من وقتها نحن خطر ببالنا أنه نشتغل على حفل ضخم موسيقي. اجتمعنا كقيادة منظمة انه نحن لازم نعمل حفل غناء الاوركسترا الوطنية المركزية لمنظمة طلائع البعث. بعد اجتمعنا مع الكوادر المختصة بالاوركسترا، تناقشنا بالاغاني اللي ممكن نحن نعرضها، هن عبارة عن 9 اغاني. طبعا الاغاني هن اغاني تراثية فلسطينية مقاومة بالاضافة لاغاني سورية وطنية. اجتمعنا بالهيئة مع المايسترو سليمان حرفوش وقائد الأوركسترا، بنوجه له تحية أكيد، مع المدربين المختصين، وبلشنا تدريبات من قبل شهر. بهالتدريبات هاي صار عنا الحفل جاهز. طبعا أقمناه على مسرح الحمراء وكان التفاعل كتير رائع من الجمهور، من الأطفال، من أطفال الأوركسترا نفسهم، والحمد لله تكلل بالنجاح. أكيد يعني كانت صورة جميلة جدا تابعناها وشفناها كمان ضمن التغطيات الإعلامية على وسائل الإعلام. بدي أرجع رحب ببشير. صباح الخير بشير. صحيح. كيف كانت الأوركسترا؟ خلينا نحكي يعني أنتم دربتوا أيام طويلة وشهور إذا فينا نقول قبل ما تبلش الأوركسترا، كيف كان التدريب؟ كان التدريب كتير حلو، وتشكر الأستاذ سليمان والأساتذة كلياتهم. أكيد نوجه له تحية للمايسترو. نوجه تحية. و كم فقرة شاركت؟ في شيء خاص فيك كان لك مشارك فيه ولا بس بالغناء الجماعي؟ لا، شاركت ببرنامج صوت وروح على قناة نور الشام، وشاركت غنيت بالمدرسة، أخذوني على الرواد على منظمة طلائع البعث، وشاركت بالأوركسترا السورية. برافو. برافو يا بشير، نحن نشوف حالنا فيكم، نفتخر هيك بكل طفل انت عم المستقبل اكيد قدامك. رند، رح ارجع لعندك شوي. صباح الخير لك عن شير. كمان انت حضرتك مشاركه كنتي بالحفل، خلينا نحكي شو قدم لك هاي المشاركه، شو اعطتك وشو شاركتي؟ عزت قدراتي بالعزف الجماعي بكوني فعلا بالاوركسترا. خلي المايك هيك. وزادت ثقتي بنفسي.
أكيد. يعني رند العزف على العود يعني شيء مميز طبعا، آلة شرقية ومهمة جدا. قديه صار لك عم تتدربي عليها؟ بلشت بالصف الثاني. بتحسي انه هي ميالة للذكور اكثر من الاناث يعني؟ صحيح. فاليوم خطوة جريئة من رند اليوم انها مبلشة بهي الآلة. خلينا هيك نسمع شيء مشترك بيناتكم، شو رأيك بين بشير ورند؟ نسمع يا فدائي. خلينا ناخذ مايك تبعك. تفضل استاذ حسام. رايحين هلا نسمع اغنيه من تراث الفلسطيني المقاوم. نعم. بعدين بنغني شيء لسوريا كمان. يلا. اهلا وسهلا. يا فدائي خلي لي صوصك صايب صايب صايب، يا فدائي جمع شمل الحبايب الحبايب، دمك عربي فلسطيني، دربك دربي فلسطيني، دمك عربي فلسطيني، دربك دربي فلسطيني، يا فدائي يا فدائي يا فدائي. فجر فجرها وركان يا فدائي، واشعلها في كل مكان يا فدائي، فجر فجرها وركان يا فدائي، واشعلها في كل مكان. خلي المدفع نار تولع للمدخل، خلي نهارهم يطلع، خلي المدفع نار تولع للمدخل، خلي نهارهم يطلع يا فدائي يا فدائي يا فدائي. شمل الحبايب دمك عربي فلسطيني، دربك دربي فلسطيني، دمك عربي فلسطيني، دربك دربي فلسطيني، يا فدائي يا فدائي يا فدائي. النار النار من غزة، من غزة لجبال النار، مشوار التر يا بلادي يا بلادي هو المشوار. النار النار من غزة، من غزة لجبال النار، مشوار التر يا بلادي يا بلادي هو المشوار. خلي المدفع نار تولع للمدخل، خلي نهارهم يطلع، خلي المدفع نار تولع للمدخل، خلي نهارهم يطلع يا فدائي يا فدائي يا فدائي. استاذ سلمى شفت قد ايه، برافو يا بشير، برافو يا رند. يعني مثل ما شفتي رشا، يمكن كمان اللي حضر الحفل شاف انه كان لما الاطفال اللي عم بيغنوا كان الكل عم بيزقف، كل الحضور كان عم بيزقف ومتفاعل معه، كان في حاله كثير حلوه ومميزه خلقوها اطفالنا. وهون بدي احكي عن انتقاء الاغاني، مثل ما شفنا حرصتوا على انه تكون كل الاغاني هي اغاني وطنيه عاشت بذكرياتنا عن فلسطين، وحتى الاشعار اللي تقدمت او القصائد كمان كانت مميزه جدا. صحيح. طبعا بالنسبه لهيك حفل اكيد نحن المفترض انه نختار الاغاني الصحيه اللي بتناسب الاطفال، مشان هيك دورنا على التراث الفلسطيني القديم، في اغاني حتى نعاد توزيعها من اول وجديد. طبعا ساعدنا بهذا الموضوع، بوجه له تحيه المايسترو نزيه اسعد بكتابه النوط الخاصه بحيث انه الطفل يقدر يؤديها صح. طبعا بنرجع بناكد انه هذا الموضوع اكل كثير تدريب، كثير جهد من المدربين، من الاساتذه، من المايسترو سليمان، من الاطفال حتى، يعني اكثر من شهر، شهر وشوي، وهن عم يتدربوا بحيث انه يصير الحفل ناجح بامتياز. طيب خلينا هيك قبل ما نرجع لعند رند وبشير ايضا نحكي اليوم عن دور منظمه طلائع البعث، ونحن ذاكرتنا سلمى هي المنظمه، يمكن كنا عشنا فيها ايام كثير حلوه، يمكن اذا بدنا نرجع للايام الحلوه بنقول المعسكرات، الانشطه، الحفل كنا نساوي بالمراكز الثقافيه بكل المحافظات مو بس اليوم بدمشق. يعني خلينا اليوم نحكي قد ايه اليوم دورها مهم بتشجيع هي المواهب، قد ايه مهم بصقل هي المواهب وتنميه المهارات. تمام. طبعا منظمة طلائع البعث هي الجهة التي تعنى بالطفولة من 6 سنوات ل 12 سنة. نحن بنشتغل على تنمية مواهب الأطفال،
على صقل المعلومات اللي عم ياخذوها كمنظمة. هي طبعا نحن ووزارة التربية هو فريق عمل واحد أكيد. نحن بنشتغل على شيء اسمه منهج إسرائي. هذا المنهج بيغني المنهج المدرسي اللي عم ياخده رفاقنا الطليعيين بالوحدات الطليعية. طبعا بالتشاركية بيننا وبين وزارة التربية في تنسيق بشكل دائم. في عنا شيء اسمه مدارس أنشطة. في عنا شيء اسمه نوادي طليعية صيفية. بهاي النوادي نحن عمليا عوضنا شوي من النقص اللي صار بمعسكراتنا أثناء الحرب. في كثير معسكرات طلعت عن الخدمة. خارج الخدمة. صحيح. صارت خارج الخدمة. عمليا بهالنوادي هاي الطليعية بنموا مواهبهم بكل الاختصاصات، إن كانت علوم، إن كان رياضيات، رياضة، ثقافة، مسرح وموسيقى، فنون جميلة. من خلال هاي النوادي الطليعية الصيفية والشتوية ومن خلال مدارس الأنشطة اللي منتشرة بكل أنحاء سوريا تقريبا، الأطفال عم يجوا، عم نحاول قدر الإمكان نأمن لهم شيء نقدر نواكب فيه العصر، إن كان بتطوير، إن كان بتحديث، عن طريق تأهيل كوادر طليعية من عنا بإشراف مختصين وبالتعاون مع وزارات كافية. هي طبعا دائما تدعمنا، إن كان وزارة التربية اللي هي شركتنا الأولى، إن كان وزارة السياحة، وزارة الإعلام، وزارة الثقافة، الشؤون الاجتماعية والعمل. نشتغل على أنه نحن نجهز كوادر. هاي الكوادر يعني تنقل هاي الخبرات لأطفالنا بالوحدات الطليعية. أكيد. ونحن كل سنة بنكون مع دائما أطفال متميزين من منظمة طلع البعث، إن كان أيضا مسابقة الرواد اللي هي تقريبا يعني قريبا رح تكون بلشت تحضيرات لها، وهي طبعا تشمل كل المحافظات السورية لكل أطفالنا من الأول للسادس باختصاصات متعددة. تمام. هلا نحن الشهر القادم في عنا مسابقة الرواد اللي هي بتصير على عدة مستويات، من الفرقة للوحدة للمنطقة للفرع، والختام على مستوى سوريا وعلى مستوى القطر. طبعا هاي المسابقات وحضرتك بتوقع من الرواد اللي كانوا موجودين بمنظمة الطلائع. صحيح. بنشتغل عليها من بداية العام الدراسي بكافة الاختصاصات اللي هلا ذكرتها قبل شوي. بصير الاهتمام بالطفل، بفوت على حسب الموهبة اللي عنده، لحتى نوصل لرواد على مستوى القطر. هلا مثل نحن في عنا بشير وفي عنا رند، هن رواد على مستوى القطر في مجال الغناء وفي مجال العزف على العود. بنحاول قدر الامكان نضل مواكبين معهم، نضل ماشيين معهم نحن لحتى نوصل لسويه تكون فعلا راقيه ونوصل للهدف المطلوب من منظمه طلائع البحث. ما هو اليوم الاستمراريه دائما سلمى هي او المتابعه من الكادر المختص رح تكون هي العامل الاساسي بنجاح بشير. انا كنت كمان غني بعمرك يعني بطلائع، بس بعدين خلينا هيك نحكي اليوم شو قدمت لك المنظمه، او مين اكتشف هاي الموهبه اللي عندك يعني، وكيف تطورت من خلال وجودك بمنظمه طلائع البعث؟ هلا كنت صغير غنيت بالمدرسه، فالانسه عجب صوتي اخذتني على الرواد. شو أول أغنية أغنيتها بتذكر؟ بكتب اسمك يا بلادي. حلو. سألت طيب بعد شوي بعد ما تغنوا الغنية المشتركة بدنا ناخذ مقطع لوحدك منها. كمان رند خلينا نعرف هيك يعني، كمان هي الموهبة أكيد ما بتنشأ بيوم وليلة، يعني أكيد دربتي سابقا، في حدا انتبه عليكي ساعدك، وخصوصا اليوم كمان التدريب على الآلات بده وقت وبده جهد وبده مصروف كبير. لماما اللي اكتشفت الموهبة، بلشت عجب بالصف الثاني. وجه لها تحية أكيد. وبالصف الرابع انضميت على الأوركسترا، وبالصف الخامس فزت بالرواد على مستوى القطر. كانت المشاركة كتير حلوة وعززت عندي روح المنافسة والتميز. مين ساعدك باختيار آلة العود اليوم؟ ماما. بتحبيه أنت كان شيء تاني أو لا يعني؟ لا أنا بحب العود كتير. طب شو رأيك نسمع شيء؟ يلا. نسمع مشترك كمان بين رابيك. طبعا هلا هاي الاغنيه هي اغنيه تقدمت بالحفل، هي اغنيه خاصه بفلسطين، كلمات والحان الاستاذ. كلمات والحان مين؟ الاستاذ عيسى نجار، بنوجه له تحيه طبعا. وهي انكتبت خاصه بالاوركسترا وهذا الاوركسترا اللي يلا رح نسمع سوا. Oh,
قدك بدي ضل وحياتي ترابك يا سوريا يا أحلى صبية يا ست الكل عنك أبدا ما بتخلى وحدك باقي وما رح يفل حنفل ما بدناك تفل اصلا يسلم هالصوت عن جد يعني بدي نشكر اكيد كل اللي ساعدوا ودربوا اطفالنا ورعوانا طبعا دائما انا بقول منظمه طلاء العباس هي مو بس منظمه يعني موجوده كانت بمدارسنا وعم بتشارك هي من اسمها منظمه رعايه الطفوله قدرت انه ترعى اطفالنا بكل المجالات وحاليا بهذا خليني اقول العصر الجديد ايضا ادخلوا شيء بخص الاعلام بخص المواقع الالكترونيه ضمن المسابقات وهذا الشيء كثير مهم صار في عنا المدون الصغير الصحفي الاعلامي هذا الشيء بيعطيهم كمان هيك قدره على انه يستوعبوا الجو الجديد اللي موجودين فيه ولكن بطريقه ما تضرهم يعني قد ايه حاولتوا هذا خليني اقول البرنامج يكون فيه شيء توعوي للاطفال طبعا بنرجع نحن بنحكي عن الرواد كاختصاصات يعني هلا مثل ما تفضلتي حضرتك علاقتنا مع وزاره الاعلام بمكتب الاعلام صار في اختصاصات عم تواكب العصر يعني نحن عم نحول الطفل شلون يستفيد من هالتكنولوجيا هاي بشيء مفيد ان كان بمدون ولا ان كان بمصور ولا بمعلق هذا الهدف الاساسي من المنظمه ونشاطات المنظمه اكيد وهذا الشيء اكيد له تاثير جدا بمستقبل هدول الاطفال نحن اماني اكيد يعني صحيح. وانت اليوم من نظرته هن عم يقولوا قد ايه فخور بهذا الانجاز الجميل يعني اكيد بسطنا كثير بوجودكم معنا لليوم وشكرا لك استاذ حسام وتحيه من خلالك لكل كادر العمل ولكل الجهود شكرا. اللي اشتغلتوا عليها انا بعد اذنكم بدي اوجه تحيه لمؤسس صبا بيت الفن والادب اللي هن كانوا شركاء حقيقيين معنا لانجاح حفل الاوركسترا الوطنيه طلائع عنا تغني فلسطين اكيد بدنا نتشكرهم شكرا لكم ما بعرف بنلحق ناخذ مقطع صغير من بكتب اسمك يا بلادي وعدناهم لانه وعدنا بس مقطع صغير سريعا يلا هي حنغنيها معكم اوكي اذا هو بده لحاله اداء منفرد ما في مشكله الشمس ما بتغيب لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب لا 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 يا ما فينا ما سقف لك شكرا لحضوركم زينتوا صباحنا شكرا لكم واكيد الشكر لكل يلي عم يرعوا اطفالنا بالمنظمه